شدد تيار الحكمة المعارض على ضرورة إقصاء مفوضية الانتخابات الحالية والإتيان بمفوضية انتخابات جديدة شريطة أن تكون مستقلة وغير تابعة للأحزاب، كما طالب بإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي. وقال النائب عن تيار الحكمة أسعد المرشدي، قال إن الوضع الحالي لا يحتمل أي مزايدات سياسية، وعلى القوى والكتل كافة أن تعي أن لا إصلاح بدون تعديل قانون الانتخابات وإقصاء مفوضية الانتخابات الحالية كونها أتت بترشيحات الأحزاب، وكل مفوض فيها يمثل كتلة سياسية أو حزباً معين.